وبهذا تكون النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية مصر العربية التي جرت يومي 16 و17 من يونيو سنة 2012 هي كالآتي: إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية 50,958,794 ناخبا. إجمالي عدد الناخبين الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم 26,420,763 ناخبا. نسبة الحضور 51.85%. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 25,577,511. إجمالي عدد الأصوات الباطلة 843,252. ما حصل عليه كل مرشح: الدكتور أحمد محمد شفيق زكي 12,347,380 بنسبة 48.27%. الدكتور محمد مرسي عيسى العياض 13,230,000. هنكمل مؤتمر، مش هنكمل اعلان لو مش هنسكت. الله، احنا مش مؤتمر انتخابي. اتفضلوا يا اساتذه، انتوا صحفيين مش مؤيدين، اتفضلوا. خلاص، لا لو سمحتوا يا اساتذه. مرسي عيسى العياض 13,230,131 بنسبة 51.73%. ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 من يونيو هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العياض. واللجنة رئيسا وأعضاء وأمانة تهنئ السيد الدكتور محمد مرسي بفوزه. السيدات والسادة، لقد تحملت اللجنة الكثير وجابهت الصعاب، ولكنها لم تكن لتستطيع وحدها أن تنجز ما أنجز لولا العمل الدؤوب والجهد المبني لقضاة مصر درة العقد وموئل الأمل وملاذ كل مصري، والتعاون المخلص لرجال قواتنا المسلحة البواسل وما صاحبه من دعم مادي ومعنوي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذين كانوا كالعهد بهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فضلا عن يقظة ومعاونة رجال الشرطة المصرية حفظة الأمن. ولا ننسى الجهد
الذي بذله أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية خارج البلاد المشرفين على انتخابات المصريين بالخارج، سيما بعثاتنا في بلدان الخليج العربي، فلهم ولكافة العاملين بوزارة الخارجية وافر الشكر، كما أوجه تقديري وشكري لكافة العاملين باللجان الفرعية والعامة من موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية ووزارة التربية والتعليم والمحليات على موفور جهدهم، كما أوجه شكري أيضاً لمن عاوننا من الفنيين بوزارة العدل والاتصالات والتنمية الإدارية، وأعاود الشكر لأعضاء أمانة اللجنة والمكتب الفني على جهدهم المضني، وإن كان هذا هو واجبهم الذي أتوقعه منهم، ولا يفوتني الإعراب عن تقديري للهيئة العامة للاستعلامات رئيساً وأعضاءً، وكذا للإداريين العاملين باللجنة الذين ما كان عملنا ليكتمن لولا جهدهم الوفي. السيدات والسادة، إن غرس الديمقراطية لا زال نامياً يجب أن تتعهده أيادي المصريين جميعاً بالرعاية ليشتد عوده وتقوى سوقه، ليظلل مصرنا بوارف ظلاله. يجب على الجميع وعلى رأسهم الرئيس المنتخب وكافة المرشحين وسائر القوى السياسية الوقوف وقفة رجل واحد والعمل على رفعة البلاد ونهضتها ونبذ الصوالح الشخصية والعمل على إعلاء مصالح الوطن. حفظ الله مصر ووقاها وشعبها شر الفتن والسوء، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. وبركاته. ما فيش مؤتمر صحفي.